عسلامة الناس الكل، مرحبا بيكم في فيديو اخرى على شان متاعي سيريال ريدر، ومعايا سبيشال جيست، فيري سبيشال جيست، سختين موراكم تعرفوه هما انتوكا سيمي مقدم شهيرة، سميرة عاجلي شهيرة ديدا ساميكس. مرحبا بيك سي ساميكس. يا هاي شكرا سيك صحة. باش نحكيه اليوم على البال متاعنا ولا تي بي ار متاعنا، اللي هما الكتب اللي نحبوا نقراوهم ان شاء الله قبل ما يوفى العام. انا راني فاشلة ياسر في الحكايه هذه، معناها هو شجعني اما حطيت الكتب اللي بالحق اللي نسميها لابال اورجونت، معناها اكثر كتب اللي بالحق نغزر له نقول صح شبيه اللي ما قريتوش لازمني نقراها قبل ما يوفى 2021. دونك كنا متفائلين ياسر نشوف في البيل نتاع ساميكس، معناها ما شاء الله متفائل ساميكس ولا قد لا متفائل نخرج منهم هاي دي. دونك نبداو. اول كتاب هو واحد من الكتب اللي يحبهم برشا ساميكس، اللي هو ابراهيم عيسى رحله الدم. عندي برشا نحب نقرا لابراهيم عيسى وما زلت ما قريتلوش ان فيت، قعدت نخمم وقتها باش نبدا مولانا، من بعد نعرفش علاش ما بديتوش، وانتو كا ساميكس نصحني برشا لان نبدا بهذايا. دونك باش نبدا رحله الدم، اللي هو يحكي على ما قبل الفتنه الكبرى هكايا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. دونك البريود هذيك، الفترة التاريخية هذيك من تاريخ المسلمين فيها برشا حاجات، مؤامرات وفازات وجيم اوف ثرونز مش لعب. دونك سابخومي، انا اول كتاب لي معناها لازم نبدا بيه اون اورجونس هو كتاب نيل جايمان، كتاب المقبرة، ترجمة احمد خالد توفيق، اللي جاني كادو معناها من مصر، شكرا حنان مرة اخرى. هذا الاولاني باش نبدا بيه، باش نسيب كل شيء. انت قريتو بالانجلي ولا فرنسي؟ قريتو بالفرنسي. Nobody owns ياسر ما حليها الحكاية، The Graveyard هو. اما نحب نشوف الترجمة نتاع احمد خالد توفيق. اي سختينمون راهي فازة بالحق. الكتاب اللي من بعد هو واحد من الكتاب الفيفوريتس نتاعي، وكوكو سونيا عبد العزيز خاطرها تحبو برشا. دونك خوزي ساراماغو، انقطاعات الموت، هوني ترجمة صالح علماني عن منشورات الجمل. انا قريت له برشا كتب، اما الحقيقه عمري ما جربت قريت ترجمه بالعربي لساراماغو. قريت الترجمات الفرنسيه في بلايندس، في افوغلومون، في لوسيديتي، في كاين، في معناها الكتب اللي قريتهم للكل. دونك نحب نجرب ترجمه بالعربي. نحب نكتشف الريشه نتاع ريم باسيوني في اولاد الناس اللي اسمها ثلاثيه المماليك. هما ثلاثه قصص ما نعرفش عليهم مربوطين ولا لا، اما نتصور مدام روايه سكو مربوطين في بعضهم. دونك اكتشفها جاوبي. خذيت جائزة نجيب محفوظ عام 2020، ونتصورها باش تكون معناها قراءة ممتعة. الكتاب اللي من بعد هو زادة ترجمة، وهو روزينا زورق الصغير لخوزي ماورو. هذا اللي كتب شجرة البرتقال الرائعة. دونك روزينا حسب ما فهمت، حسب ما قالت لي سونيا، اللي هو رواية مستقلة ماهوش تابع ثلاثية زيزة. دونك هذه ترجمة لصليح بن عياد صديقنا صليح، اللي هو يكتب زادة قصص للصغار. دونك نتصور الترجمة متاعه باش تكون هكا مليئة بالروح هذيك، ان شاء الله نبداها على قريب. الكوليكسيون هذية على دار الكرمة في العشق الإلهي جلال الدين الرومي. الكوليكسيون فيها برشا كتب اخرين كما تشوفوا هنا، حلوين برشا، وهذايا باش نكتشفوا باش نكتشف ما يخوش برشا وقت، معناها قرايه خفيفه نتاع صبحيه. هذوما حسب ما فهمت كيما لي فينتيج مينيك اللي ياخذوا ديزيكستري هكا، معناها مش كتاب كامل بالضبط. اللي من بعد هو الحائز على جائزه البوكر اللي فات، وهو دفاتر الوراق لجلال برجز. الحقيقة علاش وخرت وقتها في بالي باش أول ما ربح البوكر باش نبدا فيه، إما سمعت اللي هو كايند أوف ديبريسينغ هكا باغامون، حزين شوية والكل. دونك خفت منه خاطر أنا مع حساسة ياسر الفترة هذايا. دونك قولوا لي إذا كان قريتوه، قولوا لي كيسكو فوزون أفي بونسي، وبالحق إسكو ياسر تعيس وإلا سافا نبدا، معناها ما نخافش. نكمل بعد رحلة الدم تاع إبراهيم عيسى، باش نكمل الجزء الثاني نتاعو حروب رحماء. هنا ابارامون حسب ما قريت عليه باش تزيد تاكل بعضها اكثر. نتصور معناها القراءة باش تكون ممتعة اكثر حتى من الجزء الاول. ليفي دو صديقنا مهدي كاتو الاعلاني والفورماتور المتميز البوغوس زيدا. سوري سامي. سي فيريتي.
دونك عنده برشا، عندي برشا من اللي خذيته وما زلت لتوا زيد ما لقيتلوش مخه، خاطر نعرف اللي سا تريت داكتواليتي، سا تريت سي اون ليكتور هكا دو نوتر سوسيتي بوتيتر دو دون سارتين بيرسبكتيف. دونك ما زلت ما لقيتش الوقت هكا والمخ خاصه باش نقرا حاجه نون فيكشن واللي تحكي علينا احنا، معناها حاجه هكا اوسي رياليست وقريبه لنا. مي ان شاء الله قبل ما يوفى العام نبدا قريت ونبدا حكيت لكم عليه. كتاب اللي نورمالمون اي انسان كانوا قراه مازلت ما قريتوش، ولاد حالتنا تاع نجيب محفوظ. نجيب محفوظ اسلوبه محليه، معناها خفيف ياسر، ونصار مش ياخذ لي برشا وقت الكتاب. عملت جدل كبير الروايه هذيا، وصلوا حتى معناها فما شكون حاول يطعن على خاطر كتب الكتاب هذا. من بعد كي القاضي سالوا قالوا تعنتوا خاطر كتب ولاد حارتنا، قالوا انت قريتوا؟ قالوا لا ما قريتوش الكتاب. طبعا بالطبيعه. دونك فوالا ماذا بيا ان نقراه. بون سي ان بافي كوم ميم 600 باج، وان شاء الله نخرج منه رابيدمون. هذا الكتاب اللي كي اورج بالرسمي اللي هو جون مسايا، دونك لو ميسي دو جون فرانك هربرت. انا عندي برشا من اللي قريت جون الاول، والفيلم باش يخرج بيانتو نورمالمون في الخريف هذايا باش يخرج الفيلم بالحق. اي كانت ويت، هبطوا ديجا التريلر معناها يظهر حاجه مانيفيك، وفيلنوف باش يخدموا دونك اون برانسيب باش تبدا ادابتاسيون مزيانه، وباش نعاود نعمل هكا اميرسيون شويه في الجو هذاك قبل ما نتفرج في الفيلم. ماذا بيا كي نقرا اوموان ثاني، على خاطر الثاني قصير، خاطر هما لي توم الاخرين طويل شويه. دونك فوالا لو ميسي دو ديون، الساغا تاع ديون اذا كان ما تعرفوهيش ننصح اي حد يقرا ساينس فيكسيون اللي هو يقراها، عظيمه ياسر. الكتاب اللي بعده بديت فيه الحقيقه، بديت فيه وسيتي اون سوربريز. سيتي واو، على خاطر اللغه العربيه اللي قريتها لغه خلتني بوش بي. الكاتب هو كاتب لازم معروف برشا، لكن الحقيقه انا اول مره نقرا الكتاب. سي ابو بكر العيادي، تحيه كبيره، اخر رعايه هذا لازم رسم الحاس، ما لازم تفرغ تام كما قلت لكم. بديت نقرا فيه ما لازم بالحق واحد ياخذ فاكونس ولا مشيت ليه بكتاب هذا وحده. دونك عن قريب ان شاء الله روايه اخر رعايه، اسقاط نجم تقول على 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 تونس، على حاله تونس. نكملوا ونقول لكم شنو رايي بالضبط. تمشي تكتب لنا مراجعه لازم. اي من بعد هي كاتبه مشهوره ياسر، وتعرفت عليها كان عم ناول شيم اون مي، اللي هي دونا تارت. دونك عم ناول قريت لو ميتر دي زيولوجيون، وكان من احسن الكتب اللي قريتهم في 2020. السنين نحب نقرا لو شاردونغي اللي هو الكتاب المعروف الاخر نتاعها. فما حاجه في كتابتها توا هو جوفي لو كونفيرمي كي نقرا الكتاب هذايا، معناها خاطر فما كتاب تقرا له صفحتين تعرف اللي انت باش تتفاهم انت وياه، تعرف اللي لو ستيل نتاعو هذيك هو اللي انت تحبه. دونا تارت، وانا نقرا في لو ميترو دي زيلوزيون، وعلى خاطر ديما بيان سور نبدا نحكي مع سامي كي نبدا نقرا في كتاب نقول له ما نعرفش علاش عجبني برشا، معناها الحكايه ماهيش ياسر اوريجينال، الشخصيات ما فيهمش شخصيه هكا باهيه معناها في المعنى الكلاسيكي نتاع كلمه باهي، اما فما حاجه في كتابتها اللي مستني ديريكت، اللي دخلت هكا ديريكت لقلبي، وفما حاجه اللي انا نقرا في الكتاب ونقول هذا هو اللي نلوج عليه. هذه الحاجه اللي نحب نقراها نلقاها في الكتب اللي نقراهم، ولو اني لتوا ما حطيت صبي عليها بالضبط ما عرفتيش شنو هي. مي ان توكا ان شاء الله بيانتو نقرا لو شاردونغي، نو سوريس كو بور كونفيرمي اللي انا دوناتار برسم صحاب. انا مازلت ما قريتش الجزء الثاني ونخبي فيه، راه قاعد نخبي فيه خاطر الحقيقه ديما نحب يبدا عندي ما نقراه لسي حسنين بن عمو. دونك حاجه مسوق البلاد، ما نصورش نزيد نصبر اكثر من هكا، ونصور روحي باش نبداه معناها تخي بيانتو. دونك الجزء الثاني في قلب الرحى. اون اتوندون لي تخرج الاندلسيه والموريسكيه عند دار النقوش. فما زاد سي حسين بن عمو الغروب الخالد، هذا بديت فيه و سكو جي روماركي بالحق فرق كبير ياسر. يعني احنا ديما نقولوا سي حسنين يكتب بلغه نجموا يتقبلوها الناس الكل، ينجموا يفهموها الناس الكل، قريبه برشا من الشعب، الشعب القارئ. لكن فهمت حاجه، فهمت اللي سي حسنين هذاك سانيفور اللي عم فيه، سانيفور باش يوصل كلام سهل وروايات معناها يفهموها الناس الكل.
على خاطر في الغروب الخالد نكتشفوا وجه آخر من حسين بن عمرو، نكتشفوا ستيل كتيبة تريزة اللي ما فماش بالكل في كتب الاخرين، ما نلقاوهاش معناها ما عاد شكل بساطة لا، توا لغة متينة قوية اللي تخلينا معناها باهتين. معناها كانوا في الكتاب هذايا سي حسين بن عمرو يقول راهو نجم نكتب حاجة صعيبة، أما راهو جو بريفير، أما أنا ما نحبش، أما أنا جو بريفير معناها يكونوا كتبتي شعبية ويقراوهم العباد الكل، كو باش يقراوهم صفوة ولا شوية اللي يبداو متمكنين من اللغة. دونك هذايا يمكن الكتاب هذايا الشهادة على ستيل سي حسين بن عمرو. كيما قلت لكم زيد فيه لازم زاد التركيز كيما كتاب سي العيادي. اللي من بعده هو كتاب انا حطيته اوديو بوك، الحقيقه حبيت يبدا عندي بابلي اما نسمع فيه اوديو، دونك هيومن كايند ا هوبفول هيستوري، بديت فيه وقصيت عندي مده وطبعا ان شاء الله باش نرجع له. ريدجر بريغمان اللي هو كتب يوتوبيا فور ريلستس واللي هو كان زيدا احد من احسن الكتب اللي قريتهم عني ويمكن احسن واحد في النون فيكشن معناه بالحق. دونك هيومن كايند ا هوبفول هيستوري باش يحكي لنا الاستوار والتاريخ الإنسانية بطريقة أخرى، باش يظهر لنا اللي العبيد راهم الإنسان ماهوش خايب بطبعه، مش كيما يقولوا برشا أخرين برشا باحثين في علم الاجتماع ولا برشا علماء تاريخ يقولوا اللي الإنسان بطبعه خايب وياخذوا شهادات وأمثلة من الحياة من الحروب من المجاعات من أوقات الأوبئة باش يوريونا قديش الإنسان راهو أناني راهو ما يحبش الخير لغيره. ريدجر بريغمان باش يحاول يعطينا وجه آخر لتاريخ الإنسانية من خلال أمثلة كيف من خلال حاجات صارت في التاريخ، من خلال أمثلة فيها زي حروبات ومجاعات ونفس الحاجات يذوكم إما من زاوية أخرى وإلا تجارب اللي احنا ما سمعناش عليهم ولا حاجات هكا. دونك وبيسكو انا مقتنعه ياسر اللي في الاصل الانسان خايب، دونك باش نشوفوا اسكو باش نجم يبدل لي رايي ولا لا. برشا حكاو على كتاب سي طارق الشيباني هذا حال صراحه الناس الكل يشكروا فيه وانا ما نشوفش، خاطر طارق الشيباني سي فالور سور. دونك هذا باش نبدا فيه في اقرب وقت، هو مجموعه قصصيه وما نصورش تاخذ برشا وقت. دونك هذا اللي حكينا عليه مالك وي انا قلت له لا سعيد عجبني برشا، دونك نستنى ثاني نقراه ونشوف شنو باش يقول. عندي هذا اخر الايام الدافئه ما نعرفش علاش خديته، ما نعرفش علاش يعيط لي ساعات، فما هكاك فما دي رونكونتر مع الكتب كيما دي كوت فودر. ما نعرفش اسكو سي لا كوفرتور سي لو تيتر سي لو فيت لي خذا جايزه 2013 ان توكا هو بوليتزر اي ان توكا ماذا بيا حبيت نقراه. كنت فود كيما وقت شفتني ثاني كيما كيكا اوشا اي هكاكا بلا زي لي كتاب اللي انا مانيش مصدقه اللي توا ما كملتوش، وفيت بديت فيه وما كملتوش، وهو لو ساكر دي زامبي دو جيسلان جيلبرتي عند كوسموبوليس. دونك كنت تبعوا فيا تعرفوا اللي انا جادور جيسلان بالحق اللي كتبوا الكل وجي لو تو سكي لا اكري. هذايا هو لو ترويزيام توم تريلوجي دي زامبر نتاعو، لي دو معناها الاولانيين قريتهم و جي ادوري، ويمكن كي جيت نسال في روحي علاش انا ما كملتوش، اون فيت جو سيبورت با ليدي لي تريلوجي باش توفى و اللي جو اتر سيباري دي بيرسوناج، و اون بليس خايفه منه برشا، خايفه منه على الاخر خاطر جو سي كو جيسلان ايلي سان ميرسي افيك لي بيرسوناج، معناها و ايل ما ديجا بريزي الكور في الاول، بريزي الكور ريبريزي الكور في الثاني، و جي ترو بور من الثالث، خايفه على الاخر معناها مي اي فو كو جو برين مي مون كوراج ا دوما و ايلي جو ريبرون لا ليكتور معناها كما قبل ما يفاسني ان شاء الله نقرا ونحكي لكم عليه. اخر حاجه باللغه العربيه هو هذا ذئب السهول اللي هي سيره جنكيز خان. سيره جنكيز خان هذايا على اربع روايات يظهر يعملها، دونك هذا الجزء الاول نتاعها. فما حاجه منه في العقد الاسود؟ فما هو حاجه العقد الاسود معناها السلسله تصير بعد جنكيز خان، معناها السلسله معه لكم كله مركز. اي هو مركز هذايا على جنكيز خان كان ينجم يكون سورس باهيه للعقد الاسود، لكن للاسف انا اخترت البيريود اللي بعده هو.
الكتاب الاخرين اللي عندي هو زيدا كتاب متاع نون فيكشن للكاتبة دافني دوموريه اللي كتبت ريبيكا اتعمل دغنيه فيلم في نتفليكس وهو كلاسيك متاع الغوثيك ليترتشر. والكتاب هذية ما هوش رواية, هو لو موند انفيرنال دو برانويل برونتي. برانويل برونتي اللي هو خو ايميلي برونتي وخو شارلوت برونتي, السيسترز برونتي معني المعروفين اللي هما ثلاثة كاتبات معناها. والحكاية متاع برانويل اللي هو زيدا كان يكتب في بالي, اما ما نعرفش كان انشر ولا ما كان يكتب بوتري. والحكاية متاعه اللي تراجيك على خاطره مات في عمر صغير, على خاطره في بالي كانت عنده مشاكل متاع ادمان, وحياته هو اثرت في خويته ثلاثة برشا, واثرت حتى في الحكايات اللي حكيوهم وفي طريقة كتابتهم في كل شيء بقلم دافني دوموري. دونك نتصور اللي هو يفصاتي حاجة مزيانة برشا. Ben, il y en a qui ont lu les Walid en colombe arabe, qui ont lu juste trois livres en langue française. Il y en a qui ont lu beaucoup plus rapidement en langue arabe. Il y en a qui ont lu beaucoup plus rapidement en langue arabe. Donc, ils ont lu les livres. Je vais lire en parallèle, je vais lire en dernière chose. En tout cas, il y a Stephen King, Danse macabre. Il y en a qui ont lu les livres avant. Mais tout le temps, j'ai envie de redécouvrir les histoires de Fausto. C'est ma bidée de Stephen King. C'est où le recueil de nouvelles il fait le jour où Wahlou Yasser, je garde un souvenir mahlé. Souhait voyez que l'eau fait, on va aller comme ça, une nouvelle, je ne sais pas. L'histoire qui fait la firine, tu te fais car poste de nuit. Poste de nuit, magnifique. Magnifique, ou ça, vraiment, creepy, à l'heure. Enfin, une nouvelle, Wahlou Yasser, le dernier barreau de l'échelle. Yasser Wahlou, on est bâqué, on est carrément. L'ai horreur, l'ai science-fiction, c'est le dernier barreau de l'échelle. Il y a une nouvelle insénée à Bacha. Tom Willox m'a écrit le Hattaktep, mais je n'ai pas lu la religion, le pavé d'ailleurs, pavé de, je pense, 900 pages. Oui, 850 pages, où je suis sûr, il y a. Et ma amour, l'abord selon Turner, Tom Willox. C'est un roman historique. Vous voyez que apparemment, il y a beaucoup de gens. C'est un roman historique. Et ma littérature, où est la mort selon Turner, c'est un thriller ici, ici, en Afrique du Sud. Le rappel, c'est magnifique. Hâte de le confirmer. Ou le chrénie, bien sûr, la Bible perdue. Mais les génies, voilà, une fantaisie, mais je n'ai pas l'air, mais après, tu vois, c'est cool. Il faut dire entre Riwayat al-Jaïb, entre les manuscrits d'Ijib, ou le Khedma, ou le Khedma, mais après, tu vois, باش نغطس معناها بالحق في بافي هكايا, مي نشكرو فيه برشا, و لو تيم لو سوجي معناها مو تيان كو, اي دونك هذايا حاطو في البال ان شاء الله, لازمو قبل اخر العام يتقرا. فوالا دونك كملنا لي بال سوبر اوبتيميست نتاعنا, قمة في التفاؤل, كي نقرا الشطر نتاعهم نبدا فرحانة على الاخر. ان شاء الله يا ربي نجم نقراهم, وان شاء الله تقرا كتبتك الكل حتى انت ميكس. ميرسي بوكو على خاطرك قبلت مره اخرى اللي تصور معايا, سي توجور ان بليزير دو تافوار هوني. ان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم. شنو هو اخر باش نقول لكم؟ سي يو فيري سون ان شاء الله. تشاو 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 امان.